السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع وإياكم شوطنا الخامس والمخصص للجذاع الإنتاج، نتابع وإياكم هذه الانطلاقة واندفاعات هذا الشوط، نتابع هذه الأسماء المشاركة والمنطلقة في هذا الاندفاع لسن الجذاع والمسافة 6 كيلومترات، نتابع هذه المشاركات وهذه الأفكار الإنتاج والمقدمة والصدارة مع المركز الأول. هناك عهود على المركز الأول لمالكها محمد بن حمد بن صالح الشرقي على المركز الأول وعلى المقدمة وصدارة هذا الشوط، نتابعها ونتابع انطلاقة عهود مع المركز الأول والصدارة، بينما النقلة على المركز الثاني ومن تصلنا في هذه اللحظات، نتابع هنا القدوم وأيضا التقدم في هذه اللحظات مع اللي على المركز الثاني. هناك اللي على المركز الثاني، نتابع هناك بشاير لعبد الله بن حمد بن ناصر بن جمعان على المركز الثاني، واللحظات لناخذ مقدمة الشوط. نتابع هناك المركز الثالث، سمحة لحمد بن خجيم بن عايض العذبي، غيرت على المقدمة في هذه اللحظات وغيرت على المقدمة والصدارة. هنا نتابع بينما المركز الثالث، نتابع هنا في هذه اللحظات صوغة لسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني المري مع المركز أول هاجري مع المركز الثالث، بينما النقلة على المركز الرابع، ونتابع مناوي لناصر بن سعيد بن علي الشيبة مع المركز الرابع هنا في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الخامس، نتابع في هذه اللحظات شقة لعلي بن صالح بن جابر المعيان المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المتقدمة، ونعود إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. نتابع في هذه اللحظات سمحة، وسمحة اللي مع المقدمة وفي الصدارة، نتابعها سمحة لحمد بن خجيم بن عايض العذبي هنا، وبقيادة أيضا هنا علي بن خجيم، يا سلام بهذه المتابعة، وبقيادة بن شطيف أيضا متواجد برفقة سمحة لحمد بن خجيم بن عايض العذبي. نتابع المركز الثاني، والمركز الثاني هناك عهود لمحمد بن حمد بن صالح الشرقي مع المركز الثاني، ويلا يا الشرقي ركز مع انطلاقة عهود اللي على المركز الثاني. المركز الثالث صوغة على المركز الثالث، سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الثالث، المركز الرابع مناوي لناصر بن سعيد للشيبة مع المركز الرابع في هذه اللحظات بانطلاقتها باندفاعتها في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الخامس، المركز الخامس شقة يا شقة مع المركز الخامس لعلي بن صالح بن جابر المعيان المري مع المركز الخامس، وشوط الانتاج والمنتجين الله يا هذا الاداء المتميز، وسمحه مع المركز الاول ومع انتصفت المسافه وبقياده سمحه اللي على المركز الاول. ونتابع هنا شعار خجيم بن عايض على المقدمه والصداره بانطلاقه قويه، شعار نار على علم بهذا المستوى الغالي المستوى الرفيع، يا سلام عليك يا ابو عايض هنا بهذا الاندفاع، واندفاع سمحه بالمركز الاول ومن الانتاج، يا سلام يا سلام بهذا القدوم والاندفاع بالمركز الاول. نتابع سمحه لحمد بن خجيم بن عايض العذبه، يا سلام يا سلام على هذا الاداء المتميز مع المركز الاول هنا في هذا الشوط، بينما المركز الثاني وانتقلت نقله ممتازه، مناوي ثم تمني النفس مناوي وتمني مالكها ناصر بن سعيد بن علي آل الشيبة مع المركز الثاني، وتشكل الخطر الأكبر يا ابن خجيم مناوي اللي على المركز الثاني، دير بالك منها أنها أيضا هنا في هذه اللحظات ونقلاتها الممتازة من مركز إلى مركز، بينما المركز الثالث هنا الشرقي يا سلام مع عهود لمحمد بن حمد بن صالح الشرقي، ولكن شوفوا الشهواني
شوفوا الهادة، شوفوا هنا اللي يتسلل مع المركز الثالث أحد عمالقة التضمير هنا متواجد هذه اللحظات بانطلاقة قوية مع صوغه وسعيد بن عبد الهادي الشهواني أيضا من يتابعها مع المركز الثالث. المركز الخامس شوف اللي أول ندى، أول ندى لها في هذه اللحظات صوغه لمبارك بن ناصر بن حباب هنا متواجد بن حباب مع المركز الخامس في هذا الأداء المتميز والقدوم مع بن حباب اللي على المركز الخامس. بنعود إلى سمحة، بنعود إلى سمحة في المقدمة وبالانطلاق والاندفاع مع سمحة اللي على المركز الأول هنا في المركز الأول ومنطلقة انطلاقة قوية باندفاعها أيضا جميلة. ولكني أرى يا ابن خجيم أرى الشهواني قادم، الشهواني قادم مع صوغة لسعيد بن عبد الهادي ابن علي الشهواني على المركز الثاني. في هذه اللحظات بدأ بالقدوم والتسلل بينما المركز الثالث عهود، عهود اللي قادمة بكل قوة لمحمد بن حمد بن صالح الشرقي. المركز الثالث اللي تسللت أيضا هناك على المركز الثالث صوغة مبارك بن ناصر بن حباب الهاجري. المركز الرابع شوف اللي قادمة أيضا، يا سلام يا سلام الله، يا أيضا هنا القدوم من في لبجاد بن سعيد لبجاد الهاجري مع المركز الرابع هنا قدوم أيضا في راعية الإنجازات في وبقيادة عبد الله بن سعيد لبجاد قادم بكل قوة. بينما المركز الخامس شوفوا اللي قادمة سلسبيل لمحمد بن حمد بن جر الله بن سالمين، بن سالمين أيضا يشكل خطر على المقدمة ولكن بنعود إلى سمحة، سمحة 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 على المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام الله، يا هذا الشوط شوفوا اللي قادمة أيضا هنا مع هذا الاندفاع أسماء تنطلق، أسماء تندفع، هناك صبا لمحمد بن محسن بن ديلة ولكن نعود إلى المقدمة. شوفوا اللي قادمة الله، يا سلام يا سلام، بدأت صوغة بن حباب وبدأ أيضا بن سالمين مع سلسبيل على المركز الثالث، هنا سمحة أيضا لابن خجيب ولكن في شوفوا في شوفوا في الله على المركز الرابع بن بجاد ولكن نعود إلى صوغة، إلى صوغة بن حباب لمبارك بن ناصر بن حباب الهاجري الله على هذا الأداء. ولكن هناك سلسبيل بن سالمين على المركز الثاني، في على المركز الثالث لابن بجاد ولكن نعود إلى صوغة، إلى صوغة، صوغة بن حباب الله يا بن حباب مع الأربعمية متر الأخيرة. سلام والتحية والاحترام مع هذا الأداء، نهني مبارك بن ناصر بن حباب وفهد بن حباب على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية. معلن صوغة هذا الناموس، الناموس إلى عزبة بن حباب، تهانينا تهانينا على هذا الفوز والتحية والاحترام وساعة وصول صوغة، صوغة يا صوغة، سلام يا صوغة، سلام وسلام يا مبارك بن ناصر يا بن حباب على هذا الفوز، سلام والتحية على هذا الفوز. المركز الثاني سلسبيل محمد بن حمد بن جر الله بن سالمين، المركز الثالث وصلت سمحة أيضا لمالكها حمد بن خديم بن عايض العذب. المركز الرابع، المركز الرابع في لبجاد بن سعيد بن بجاد الهاجري. المركز الخامس، المركز الخامس صوغة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني. تابعنا وياكم هذا الشوط، تابعنا التنافس، تابعنا صوغة اللي انتزعت هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق مع هذا الأداء المتميز. تابعنا وياكم، ها هي صوغة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس وتوقيتها الزمني 9:25 جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك صوغة مبارك بن ناصر بن حباب الهاجري. المركز الثاني 9:26 بلوفة والتمام، توقيت سلسبيل لمحمد بن حمد بن جر الله بن سالمين المري. بينما من وصلت على المركز الثالث سمحة أيضا توقيتها الزمني 9:29 ست أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سمحة حمد بن خجيم بن عايض من فرج العذبي.